ايه اللي باقي يا جماعه؟ احنا دلوقتي واقفين على مساحه صغيره، انا واقف في المساحه دي، بس بعد شويه مش هيبقى لي مساحه لاني هكون تحت الارض. طب ايه اللي يخلي مساحتي تكبر وتبقى الباقيات الصالحات؟ اسمها كده، اللي بتبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا ان ايه هي الباقيات الصالحات، هي الخمسه دول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يا سلام. طب وهي ليه تسمت الباقيات الصالحات؟ لان الذكر ده هو اللي هيبقى منك. وليه تسمت الصالحات؟ لان الذكر ده الخمسه دول بيكبروا في قلبك حب الخير، فتبقى عايز تعمل الخير والخير هو اللي هيبقى. فاسمها الباقيات الصالحات لانها ذكر حلو قوي، واسمها الباقيات الصالحات لانها اللي هتشجعك على فعل الصالحات اللي هي هتبقى منك بعد ما تموت، هي المساحه اللي باقيه منك. الباقيات الصالحات، يلا نقولها يا جماعة، يلا نذكر بيها. أقول لك على نصيحة: بعد ما رمضان يخلص حافظ كل يوم على 500 من الباقيات الصالحات. 100 سبحان الله، و100 الحمد لله، و100 لا إله إلا الله، و100 الله أكبر، و100 لا حول ولا قوة إلا بالله. وما تعملش أكتر من كده كل يوم في ذكر الله وانت سايق أو انت في بيتك، بس بإحساس. اللسان بيقول والعقل بيفكر في معاني الكلمات الكبيرة دي، والقلب بينفعل مع الله. سبحان الله، فالقلب يقول ما يا رب عظيم يا رب، فتلاقي قلبك بيحبه. الحمد لله، فتلاقي عقلك بيقول يا سلام شايف شريط نعم ربنا، فقلبك يقول له متشكر. لا إله إلا الله، وهكذا وهكذا. نصيحتي ليكم، انوي من النهاردة ان بعد رمضان انا مكمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة 100، أدي 500، 15 دقيقة بس كده، ويحيي قلبي. والله يحيي قلبك، وتكمل أنوار في قلبك مع ربنا، وصلاة أحلى، وصلة بربنا أحلى، وذنوب أقل، وتصحى الفجر لوحدك. إيه الكلام ده كله؟ دي تجارب أنا عشتها وغيري عاشها. فأنا بقول لكم تعالوا نعيش بالذكر ده ونكمل بيه عمرنا كله. يلا بينا نذكر ربنا.